أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تنزيل الآيات القرآنية على الحوادث التي تقع في واقعنا المعاصر؟ لا أدري وش الكيفية وش الحوادث التي تقع. نعم، القرآن صالح لكل زمان ومكان ودليل لكل حادثة تحدث، ولكن هذا يحتاج إلى العلماء الذين يعرفون كيف ينزلون القرآن ويستدلون به على الحوادث الواقعة. يحتاج إلى علماء هذا. نعم، قد تنزله على حادثة وهي بعيدة عنه. نعم.